احنا معانا حاجات كتيرة. لا عندنا يعني عندنا صورة كده كوميكس عايزين تشوفيها معانا يا أستاذة أميرة، عملها رواد التواصل الاجتماعي بيسخروا فيه من الممثل عمرو واكد. تخيلوا فيها اللي ممكن يقولوا عن حرب أكتوبر. الجيش اللي يقتل جيش تاني عشان يحرر أرضه وعرضه هو جيش فاسد وقاتل. اللي عمل الكوميكس دي هنقتل الجيش الإسرائيلي فيعني عبقري. عارف ليه عبقري؟ عشان الجاكيتة الفوشيا. هو لم سيبك من اللي مكتوب، هو لما لبسوا الجاكيتة الفوشيا دي اللي هي عادة لون ما بيلبسوش الرجالة ولا حتى النجوم ولا الممثلين ولا أي حاجة، تمام؟ فهو لبسوا الجاكيتة الفوشيا دي وبعدين كتب الكلمتين دول عشان يوصل للناس إحساس مسكوت عنه، مش هنفسره ولا نتكلم فيه، بس هي وجهة نظر. اللي يلبس جاكيتة فوشيا زي دي الراجل بين قوسين، اللي يلبس جاكيتة فوشيا زي دي يقول أي حاجة، يقول بقى الجيش وما الجيش وبتاع. إنما الراجل اللي بجد لا بيلبس جاكيتة فوشيا ولا بيقول الكلام. فهم بتوع الكوميكس خلصوها مع نفسهم يعني، هم حطوا الرسالة مع بعضها كده. فكرة الكوميكس بقى يا أستاذة أميرة الحقيقة بتثير انتباهي جدا، لأني بشوف فيها وعي كبير قوي، ووعي ساخر ووعي كوميدي. يعني احنا كشفينك ايا كان يعني الشخص، وعارفين انت بتعمل ايه كويس قوي، وعارفين ازاي نتريق عليك بالشكل اللي يضايقك ويوجعك قوي. موهبة عند الشعب طبعا. موهبة فظيعة يعني. انا شادي باجي على الفيسبوك في مواقف كثيرة، اقعد اراقب الكوميكس واحتفظ بالصور وارصها قصادي عشان اقرا وجهة نظر المصريين في الحدث اللي ما اتكلموش عنه، وبعدين اقوم حتى الصور كده للناس واقول بصوا، اولا هذا الشعب العبقري ابو دم خفيف، بالبلدي المصريين يقولك فلان ده فقري، يعني الكوميديا واصله لاخرها. اللي بيقرر اولا من الوعي والبصيره، ما احنا من بعد 2011 قعدنا في فتره المصريين متلخبطين والنكت بتطلع عليهم وعلى جيشهم وعلى رفضهم للفوضى وعلى رفضهم لمخطط التقسيم. الناس ابتدت تنتبه بقى وتمسك دماغها، فبنفس السلاح اللي انت متصور انك هتحاربني بيه انا هردهولك، وهردهولك بمنتهى بقى خفة الدم يعني. التانيين دمهم تقيل سم، اكتر احترافية احنا بكثير. بقى اللي بنضحك وبنهزر ونتريق بخفة دم وذكاء وشياكة وأناقة. امبارح كان في فيلم الممر بيتذاع، هنتكلم على الممر، لكن أحلى حاجة لفت على الفيسبوك 7000 مرة. على فكرة اللي بيتفرجوا على فيلم الممر دلوقتي أكتر من سكان قطر. تتريريريت. 1000 مرة بتلف بتلف اللي هو إيه؟ ما هو انت لما يجي حد بقى زي كده اما يقولك ده قطر بتقول مصر عايزه تقسمنا، فيرد عليها المصريين يقول لها طب حاسبي الفرافيد. ما فيش حاجه هنقسم ايه فين في شارع. تمام. فهو الكوميكس المصريين قرروا انها تبقى سلاحهم. وبعد ثواني ده انا عايزه اقولك الفالنتاين، يوم الفالنتاين واحده بقى تكتب كلمتين حب تحط ورده، 10000 كوميكس من الحاله. طيب قطر مش عايزه اقول لك، الاخوان يعني مش هنقعد بقى نقول كلام كتير قوي. فهم قرروا او ادركوا ان سلاح السخريه هو احد اسلحه الحرب الجديده اللي الرئيس امبارح قال لقد تغيرت اشكال الحروب. تغيرت اشكال الحروب، لو بقى الحرب انه يفقدك ثقتك في نفسك وفي وطنك، فأحد الأشكال بتاعة إفقاد الثقة التريقة والسخرية والنكت. فهم قرروا إحنا كمان أساتذة ودكتورهات في الكوميديا طبعا. فإحنا هنلف السلاح اللي أنت متصور إنك هتفقدني ثقتي بيه، أنا هشتغلك بقى كلمة المصريين هشتغلك، هحط عليك الكلام بتاعنا اللي هو فيحطوا عليه فيلبسوا فوشيا. ما قالش ما قالش حاجة.